في شيء حابة أسألكم فيه، صار لي فترة يا جماعة دموع تحسين كملت في النادي ولا بس يومين كان وصورت ودزت وسويت إنها راح تضعف، ولا مي راح تزعل منك وايد وايد وايد. أوكي أنا 42 سنة أسوي 3 ساعات باليوم رياضة، وأنتي يا بنتي مو راضية تسوين رياضة ساعة 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 ساعة، راح وأنا قعدت وزهقت نفسي وناطر الجسم السمبتيك والصحة، يلا بعد شو نسوي؟ عموما إذا هي لما الحين في النادي بلغوني، وإذا بطلت